الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الأفاضل، أهلا بكم ضمن النشرة الاقتصادية. أجابت الدراسة التي أنجزها معهد استطلاعات الرأي الدولي إبسوس تحت طلب شركة تأمين أتلانتا عن سؤال شنو لكيف راح المغاربة عبر تحقيق وطني يعتبر الأول من نوعه في المغرب. تصدرت راحة البال قائمة أهم العوامل التي تحدد سعادة المغاربة، إذ أقر 36% من المستجوبين بأهميتها القصوى، ويأتي الاستقرار ثانيا بنسبة 15%، وثالثا المال بنسبة 14%. مروان بالفقير، شنو اللي كيفرح المغاربة؟ سؤال انفردت به الدراسات الأجنبية إلى أن قام معهد استطلاعات الرأي الدولي إبسوس بدراسة تعتبر الأولى من نوعها تبحث في سر شعور المغاربة بالسعادة. وكما وعدت شركة أتلانتا للتأمين، عرضت النتائج مساء أمس الثلاثاء بالبيضاء نقاش مستفيض عن السعادة غمر حجرة العرض سعادة بحضور متخصصين في علم الاجتماع وعلم النفس والشريعة إلى جانب المعهد المشرف على الدراسة ومسؤولين من شركة أتلانتا للتأمين. L'objectif de l'observatoire c'est justement de pouvoir alimenter en chiffres puisque ce qu'on a vu aujourd'hui n'est qu'une petite partie des résultats de l'étude de l'alimenter régulièrement. D'avoir des intervenants, comme on a vu aujourd'hui, des sociologues, des psychologues, des professeurs en islam. Faire des recoupements statistiques, de focus peut-être sur un groupe spécifique et d'avoir encore plus de résultats pour pouvoir analyser. Et là encore, l'idée, c'est d'être le plus proche de nos assurés actuels et de nos assurés futurs. شملت دراسة سعادة المغاربة عينة تمثيلية تتكون من 2100 شخص، أكدوا أن راحة البال هي العامل الأكبر لضمان سعادة المغاربة، إذ أفاد 36% من مجموع المستجوبين بأهميتها القصوى، ويأتي الاستقرار ثانيا بنسبة 15% وثالثا المال بنسبة 14%، بينما تصدرت الصحة قائمة أهم مصادر السعادة بالنسبة للمغاربة بنسبة 96%، وتليها العبادة بنسبة 80%، ثم الأسرة ب 70%. الإشارة في هذه الدراسة كدفعنا جميعا نحاول نشتغل على العلاقة ما بين الإيمان والسعادة، لأن في ثقافتنا الإيمان هو معطى ديني، ألوغ كل معطى ديني هو أصل في السعادة، لأن الدين كله جاي من أجل بناء الإنسان اللي كيعيش نوع من الاستقرار. تقدر تلقاه مأزم فقير عليه الكريدي، ولكن كيقول لك الحمد لله. ثلاثه د الحوايج اللي حنا عطيناها كمفهوم للسعاده، شنو هي الصحه؟ ما كاينش مغربي اللي كيقول يعني عندي صحتي الحمد لله، يعني الصحه هي مهمه. ثانيا راحه البال، يعني راحه البال الحمد لله راه يعني هذيك الاحساس ديال يعني ماشي الاشباع ولكن ديال الحمد لله، يعني واخا وصل لي طلع العظم الحمد لله. دوك ديك راحه البال خرجات حتى هي. والحاجه الثالثه اللي خرجت هي الاستقرار. الاستقرار شنو هو؟ يعني المغربي والمغربيه يعني الاحتياج ديالهم الداخلي يعني كدراسه عامه اوليه. الاستقرار يعني شنو؟ يعيش مع العائله ديالو، يتزوج، يدير وليدات. دونك هادو هما اللي خرجوا، هادو هما ثلاثه الحوايج اللي خرجوا باهميه. الدراسه ربما النتائج ديالها الاكثر اهميه هي في الارقام العاليه وفي الارقام المتدنيه ايضا، لان لكل رقم دلالته في التفسير السوسيولوجي، ولو كان 1% فله دلالته يجب ان يستفزنا وأن يدعونا إلى طرح أسئلة مربكة. انتهى اللقاء بابتسامات وتصفيقات رافقته منذ بدايته، لكن دينامية التحديث التي أطلقتها شركة أتلانتا للتأمين لم تنتهي، إذ أن رضاها عن نتائج دراستها الأولى حول سعادة المغاربة أوحى لها بإنشاء مرصد للسعادة يعمل على إصدار بلاغات دقيقة بخصوص سعادة المغاربة، معتمدة في ذلك على طرق ومناهج علمية.
في شأن البنك سجلت النتيجة الصافية لمجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية برسم سنة 2014 ارتفاعا بنسبة 58%، حيث بلغت 1.944 مليار درهم، أي بنمو سنوي بمعدل 33% للفترة ما بين 2011 و2014. عقدت أمس الاثنين ندوة صحفية نظمتها مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية من أجل تسليط الضوء على النتائج المالية التي حققها البنك خلال السنة المالية 2014، والتي اعتبرتها إدارة البنك جد إيجابية. Nous avons doublé, triplé, quintuplé les résultats des années précédentes et je pense que c'est l'élément qu'il faut faire ressortir. C'est la croissance perpétuelle d'année en année, non seulement de BMCE Bank, mais de toutes les banques marocaines. Or, le secteur financier marocain, je le répète, c'est le pilier de l'économie nationale. Et si le secteur bancaire est sain et solide, eh bien, tous les citoyens marocains en profitent. حصيلة اعتبرت جد مشجعة ومشرفة لمجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية، فما هي تطلعاتهم للسنة المقبلة؟ Le résultat de 2015, je vais vous l'annoncer en première, il sera meilleur que celui de 2014. وبهذه المناسبة ذكر عثمان بن جلون رئيس المدير العام عن قرار تغيير اسم مجموعته من البنك المغربي للتجارة الخارجية إلى BMCO of Africa، وذلك تماشيا مع التوسع المتواصل الذي تعرفه المجموعة المصرفية على الصعيد الإفريقي. وفي الختام، أعلنت مديرية الخزينة والمالية الخارجية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية اليوم أنها أصدرت سندات للخزينة تبلغ قيمته 138 مليون درهم خلال جلسة المناقصة اليومي اليوم 24 مارس الجارية. وأوضحت المديرية أن الأمر يتعلق بسندات مدة استحقاقها 52 أسبوعا تم إصدارها بمبلغ 138 مليون درهم بمعدل 2.57%. اللحظة ننتقل إلى مستجدات بورصة الدار البيضاء التي أغلقت جلسة الأربعاء على إيقاع الانخفاض بالنسبة للمؤشرين الرئيسيين مازي وماديكس، اللذان سجلا على التوالي 0.16% و0.16%. وبلغ مؤشر مازي، وهو مؤشر شامل يضم كافة القيم من نوع الأسهم 10393.43 نقطة، في حين بلغ الماديكس 8573.43 نقطة. بهذا نكون وصلنا إياكم لختام موعدنا الاقتصادي، نشكر لكم طيب المتابعة، في أمان الله. قضوي في اللحظة داك السر فرعية جبد اليوم لحد ما كاين حد من 1966 ماجيسكي. شنو هو؟ الشرب. شنو هو في الكاس؟ غادي تشرب شي حاجة؟ أي عندك 10 درهم غادي نسدو. حاجتك بالانترنت بوحدو مع ميديتال، تكونكتا النهار كامل من بورطابلك غير بخمسة درهم، يكفي تدخل كود روشارج متبوع بالنجمة ثلاثة. عندك الانترنت؟ تليفون عندو ميديتال، ديما راحتك. We'll be right back.